طرد أهالي قرى ومراكز بمحافظة الغربية عددا من السلاسل البشرية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ورشقوهم بالطوب والحجارة، ما دفع أنصار المعزول إلى الفرار خشية الفتك بهم وإلقاء القبض عليهم. تجمع عدد من المواطنين في ميدان عبد المنعم رياض اليوم لدعم القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب وتنديدا بدعوات العنف، فيما طالبتهم قوات الأمن بمغادرة الميدان. واجه أهالي المطرية مسيرة لجماعة الإخوان برفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلامة النصر، وقطعت عناصر الجماعة ميدان المطرية، كما أشعلوا النيران داخل صناديق القمامة بالمنطقة. هناك من يربط الأمر كذلك بالإعلام، أشار أستاذ خالد داود إلى فكرة الإعلام ربما تسبب في بعض قنواته في تأجيج المشاعر لدى الشباب، فكرة إن الضرب الدائم على شباب الثورة والضرب الدائم على فكرة التخوين جعلت بعض الشباب ينزل إلى الميادين اليوم حتى لو عدد قليل، حتى لو تعاملت الشرطة معهم سريعا. إنما كذلك في الإعلام في حالة من حالات التسرع بنصادفها بشكل غير مسبوق، مثلا بالأمس أشيع بقوة نبأ وفاة مبارك، وبعدها يعني تسمرت العيون أمام الشاشات تشوف الخبر صح ولا خطأ، واتضح أن الأمر خطأ. قبلها بأربعة أيام كان في فنانة مصرية اسمها صفاء مغربي قيل إنها توفيت، وبعد كده قيل إن والدتها لما سمعت خبر وفاتها توفيت، بعدها بساعتين طلعت إن الخبر كاذب. اليوم مثلا النائب العام في مصر بيقدم لتحليل أو دراسة أو تتبع محاولة لما سماها النائب العام في بيانه محاولة لاختلاق مكالمة هاتفية بين قيادات الجيش المصري إبان أو قبيلة محاكمة الرئيس مرسي مثلا. يعني أستاذ خالد هو شوف حقيقة أنا يعني اسمح لي مرة تانية أن أنا أقول لك أن المسألة لا تقتصر فقط على محاولات الاتهامات بالعمالة والتخوين اللي نالت من شباب الثورة، مع الوضع في الاعتبار شيء يعني فعلا بيسبب الكثير من المرارة لدى هؤلاء الشباب، أن هم شاركوا في 25 يناير وشاركوا مرة تانية في 30 يونيو، ولكن الشباب اللي هو دافع عن الثورة من البداية لم يكن له علاقة بجماعة إخوان المسلمين وشارك مرة تانية في 30 يونيو بما في ذلك شباب حزب الدستور يجدوا الآن أنفسهم ما بين الاتهامات بالتخوين والعمالة وما بين الإلقاء في السجون بسبب قانون التظاهر. يعني أنا دلوقتي واحد بتكلم كمتحدث باسم حزب الدستور، انا عندي 11 شاب وبنت مرميين جوه السجن بقالهم ما يقارب العام، ما بين ان هم بيحاكموا بسبب قانون التظاهر او في انتظار الـ 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 الاتهام الرسمي وتوجيه التهم. انت تدعو لدوله القانون. انا بقول لحضرتك بس ما احنا كمان انت تدعو لدوله القانون. انا بشرح لحضرتك انا بشرح لحضرتك انت الاول حزب الدستور يعني يدعو الى دوله القانون بالطبع. هل كان معهم تصريح بتظاهر؟ لا بس احنا بنعترض على قانون التظاهر في دعوه بتقول ان من حقنا ان احنا نطعن فيه امام المحكمه الدستوريه في شبه اجماع الببلاوي اللي طلع القانون نفسه اللي هو رئيس الوزراء المصري السابق عمل تصريحات وقال ان الوقت قد حان لتغيير قانون التظاهر. الاستاذ محمد حسنين هيكل اللي هو يعتبر مقرب السيسي وناس كتيره بيقولوا ان هو بيتعامل معاه كمستشار طالب يعني، وحتى الرئاسه نفسها بتقول ان هو احنا ممكن اعاده النظر في هذه الحالات في خلال الاتصالات اللي بتتم بيننا وبينه. ففي ادراك احنا كل اللي بنقوله للحكومه الحاليه وللرئيس السيسي حاليا ايه، في مواجهه مع جماعه الاخوان المسلمين، في مشاكل ارهاب حقيقيه بتواجه البلد، مفيش داعي لتوسيع جبهه المعارضين لنظام الحكم الحالي، ممكن يتم احتواء هؤلاء لو تم الاعتراف بحقوقهم الاساسيه اللي هم بيطالبوا بيها زي القانون العادل للتظاهر. مفيش طيب. بلد يا استاذ محمد في الدنيا لما انا اتمسك في مخالفه لقانون التظاهر يكون فتره السجن اللي بقضيها ما بين 3 سنين لخمس سنين، ممكن غرامه ماليه، ممكن فتره لو هي مثلا انا بكل ده بتكلم مظاهرات سلميه من دون استخدام العنف علشان يبقى الكلام واضح، لكن ان انت ترمي الشباب من 3 لخمس سنين. دلوقتي موضوع الحبس الاحتياطي يعني عندي شاب في الدستور اسمه محمد عبد الواحد موجود في اسم الجيزه من 12 يناير بيتجدد له 45 يوم في 45 يوم في 45 يوم. هو دائما حزب الدستور دائما مشكلته في الشباب الامر دائماً. ان هو دلوقتي يقترب من العام الكامل بالتجديد من دون ان يتم حالته. بنروح للنائب العام نقدم طيب. عرايض، بنروح لكل الجهات المسؤوله المجلس القومي لحقوق الانسان طيب. رئيس الجمهوريه بنبعت له عرايض ولا يتم الاستجابه لمثل طيب. هذه الامور. فعندك الموضوع بتاع هجوم الاعلام، عندك الموضوع قانون التظاهر، قانون الانتخابات. لو انت كنت بتسالني من الاول بتقول لي ليه الشباب ما بيشاركوش في الاحزاب، لان الاحزاب دلوقتي بتتعرض لحاله من الهجوم،
بنسمع برضو في نفس وسائل الاعلام دي احزاب ضعيفه، احزابها مش هي احزاب ملهاش لازمه، واحنا ما بنقولش ان احنا احزاب قويه، احنا بنقول ان احنا احزاب جديده تشكلت بعد الثوره فقط، لان احد مصايب مبارك اللي عملها في حياتنا ان هو قتل الحياه الحزبيه، ما كانش فيه فعلا احزاب حقيقيه، فاحنا بنبتدي من الصفر. فانت بدل ما بتقوي الاحزاب لا بتقبض على الشباب، بتطلع قانون انتخابات هيعيد برلمان شبيه ببرلمان مبارك، اعلام بيهاجم الثوره باستمرار، فلماذا لا يغضب الشباب؟ ولماذا يعني يا اما الغضب او الانعزال عن الحياه السياسيه بالكامل؟ هو ده المشكله اللي احنا بنواجهها دلوقتي. استاذ سليمان، مش عارف هل تتفق او تختلف مع ما تفضل به استاذ خالد، بس الفكره ربما تتوسع بعض الشيء، فكره الدعوه الى التغيير بالاسقاط. يعني مثلا انا شاب في حزب الدستور لا يرضيني قانون التظاهر، فبعمل على اسقاطه او وليس تغييري، او ان انتهك الاول حتى اسقطه، ربما تاثرا بفكره اسقاط الرئيس مبارك، اسقاط الرئيس مرسي، وهكذا. موقفنا الرسمي تعديل قانون. بس هو الموقف يعني الموقف اللي بيدعو اليه الاستاذ خالد، انا اعتقد ده الموقف العاقل المطلوب تجاه قانون التظاهر تحديدا، لانه ما ينفعش حد يتظاهر وبعدين تديله سجن 5 سنين ولا اكتر ولا اقل. يعني هناك عقوبات اخف، عقوبات مختلفه تتلائم مع حجم الجريمه اللي ارتكبها هذا المتهم. وانا اعتقد في موضوع التظاهر بالذات يعني هنا مطلوب حاجتين، نمره واحد ان الدوله تراجع المحبوسين على ذمه قانون التظاهر، دي نمره واحد وده المفروض يتم وسريعا. نمره اثنين ان هي تستجيب لملاحظات 9 عاملها المجلس القومي لحقوق الانسان على قانون التظاهر. بالظبط، يعني المجلس القومي لحقوق الانسان ما حدش شكك في انتمائه ولا وطنيته تجاه الدوله المصريه، ده الرئيس اللي معين اعضاء الرئيس عدلي منصور، فلما يجي ورئيسه حتى الاستاذ محمد فايق اعتقد انه محل ثقه. بالظبط، وفي وجود ناس فيه زي الاستاذ جورج اسحاق او غيرهم، ناس محل ثقه من جانب الراي العام او قطاعات كبيره منه على الاقل. لما يبقى لهم ملاحظات 9 او اظن 10 او 11 على القانون، ما اعرفش ليه الدوله المصريه متردده في انها تاخذ بهذه الملاحظات او بعضها او جزء منها علشان تنتهي من هذا الصداع. يعني لانه ما هو حدش بيقول اسقط قانون التظاهر، بيقول عدل هذا القانون لتعاقب المتظاهر الذي اخترق القانون بما يتلائم مع حجم ما ارتكب من جريمه، مش اكثر ولا اقل. مع الدستور الذي ينص على حق الدستور على حق التظاهر بالاختيار، يا اسمح الاختيار وليس الاستئذان، ده حاجه منصوص عليها في الدستور. احنا مش عايزين دستور يتحط على الرف ولا يتحط في الثلاجه، عايزين نطبق الدستور بتاعنا. طيب اتفقتما، فساخذ انا المكان المضاد يعني ديفيز ادفوكيت. هناك من يقول لكما حدثني عن الأمر بنسبة وتناسب، حدثني عن كم شخص مصري من 90 مليون يريد أن يتظاهر في الميادين، حدثني عن كم شخص من 90 مليون يريد أن يعدل حتى قانون التظاهر أو يقلل يعني عقوباته المشددة. دي حريات أساسية يا أستاذ محمد، الأمر لا يتم النظر له بهذه الطريقة. أنت ممكن أطرح عليك نفس السؤال، حدثني كم مليون مصري الآن في هذه المرحلة يريد انتخابات نزيهة أو يراها أولوية؟ يعني حتى في الاستقصاءات اللي هي بتتم، أعتقد كان في مركز أمريكي شهير اسمه بيو قال لك إن هو طبعًا، وإحنا دي مسألة ظاهرة للعيان جميعًا، الأولوية بالنسبة للشعب المصري الآن هو الأمان وتحسن الأحوال الاقتصادية. الديمقراطية تراجعت في سلم الأولويات نتيجة لحالة الإرهاب اللي إحنا بنعيش فيها، نتيجة للقلق من الظروف الإقليمية. المقولة الشهيرة اللي أكيد حضرتك عارفها، الحمد لله إن إحنا مش سوريا والعراق، فكل هذه الأمور الحمد لله الحمد لله بكل تأكيد، بس يعني ما هو الحمد لله بسوريا والعراق، فما تجيش تعمل لي قانون تظاهر يسجنني 5 سنين، يعني مش الدرجة دي برضو، يعني عارف هيك إزاي. فهي الفكرة كلها إنه المسألة لا تقاس بهذه الطريقة. أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا دولة ليها تاريخ، حتى مثلا في العمل البرلماني والنيابي ما ينفعش إن إحنا نقعد 3 سنين من غير برلمان، لأن في قطاعات بتروح تقول للرئيس لا الحالة الأمنية لا تسمح، لا ده لو الانتخابات اتعملت دلوقتي ممكن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين تسأل. احنا محتاجين برلمان للرقابة على أعمال الحكومة، للرقابة على الميزانية. طيب، احنا محتاجين برلمان عشان يطلع تشريعات تتسق مع الدستور. فبالتالي يعني المسألة لا تقاس بهذه الطريقة، احنا لابد ان احنا نعمل على نقلة في حياتنا الديمقراطية للأمام، نستحق ذلك. كويس، ما هو عشان كده بقى يعني واسمحوا لي اقول ان ربما قطاعات مش حامي بقى، قطاعات في الشعب يا استاذ سليمان يقول لك والله الا لعن الله التظاهر والمتظاهرين، بس يعني خلاص. ولا لا طبعا اكيد بتسمعوا الكلام ده، شكلك بتقولها لا اكيد بتسمعوا الكلام ده، شكلك كده بتقولها لا بس هو بتسمعوا الكلام ده طبعا. لا لا ده في اشد من كده، في هناك دعوات انه يمنع التظاهر لمده سنه او سنتين على الاقل تماما، لا تظاهر حلو ولا وحش، ونأجل انتخابات البرلمان 10 سنين لا برضه نفس ما طبعا لا مزاج الشارع، يعني مزاج الشارع يعني الناس من يعني لما تتكلم على زي حاجه بتقول 90 مليون فعلا عدد كبير جدا، لما كم واحد عايز يتظاهر، بس زي ما الاستاذ خالد قال حريات في النهايه مبادئ حريات، يعني لابد ان تقر بها او لا تقر. لكن المشكله انه مش كل الناس بتتكلم زي ما بيقول الاستاذ خالد تجاه قانون التظاهر انه يبقى قانون متوازن،
يقر حق التظاهر مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن في الدولة. هناك من يعني يتكلم عن قانون التظاهر وكأنه يريد أن ألا يكون هناك قانون أولا، أن تكون هناك فوضى، أي حد يعمل أي حاجة، ده كلام ما ينفعش. يعني في دولة عبرت ثورتين يجب أن تهدأ قليلا على الأقل، ويجب أيضا أن تتيح لمواطنيها حق التظاهر بشرط أن توائم بين حرية الفرد أو الشخص في أن يتظاهر أو يمارس حق مثل هذا الحق وبين أن مقتضيات الأمن العام في الدولة. يعني في نقطة توازن معينة لابد أن تراعى، ما يبقاش الموضوع كله أنه التظاهر هو مرادف الفوضى عند بعض الناس وكثير من الناس، مش بعض بس. فأنا مع حق أي شخص في أن يتظاهر زي ما عايز، بس يبقى التظاهر ده يعني ملتزم بالحد الأدنى من القانون زي أي دولة في العالم. لابد أن اللي عايز يتظاهر يراعي حق الذي لا يريد أن يتظاهر. أستاذ سليمان، في موضوع الإعلام، كيف تنظر إلى وضعنا الإعلامي في حالة التسرع العجيب اللي عشناها الأسبوع ده؟ تسرع رهيب. لا يعني كان مأساة بصراحة في موضوع حكم الرئيس الأسبق تحديدا، لأنه مش معقول أول ما الحكم يصدر تلاقي الفضائيات عمالة يقول لك، يعني هم نفسهم كانوا بينتقدوا حكاية التعليق على أحكام القضاء، وبعدين هم يعني كانوا قاعدين متربصين ومترقبين ومنتظرين إنه الحكم يصدر، بمجرد أن صدر أصبح نهبا للتعليق والتحليل والبتاع. ده مسألة، ورغم إن بعض القنوات كانت حاطة ناس في ميادين، الناس عندك نزل ولا لسه؟ يعني كأنه ده مش بيسأل، ده بيدعو الناس للنزول. يعني حتى السؤال نفسه فيه دعوة للناس للنزول، مش تساؤل عن في ناس موجودين ولا مش موجودين. يعني الإعلام بصراحة في هذا الموضوع وموضوعات أخرى كثيرة لا يزال يمارس الموضوع بمراهقة ظاهرة، إذا جاز التعبير. هناك مراهقة إعلامية، ومش عايز أقول مسمى آخر. من يحاسب أستاذ سليمان المؤسسات الصحفية مثلا في إذاعة خبر وفاة فنانة ووالدتها مثلا؟ يعني هو شوف، ما لم يكن الإعلامي أو الكاتب أو الصحفي لديه، يعني عاوز أعرف القانون، يعني من يحاسب؟ ما هو القانون ده مرحلة تالية، إنما ما لم يكن هو نفسه عنده إحساس بالمسؤولية تجاه ما يقوله وما يعلون على الناس، يبقى أنت قدام مشكلة كبيرة جدا. أصل القانون ده ممكن تحايل عليه بمئة طريقة. ما لم يكن الإعلامي أو الكاتب أو الإعلام بشكل عام يمارس حريته المطلقة بشرط أن يكون الوجه الآخر لا هو المسؤولية في الممارسة، وإلا فأنت أمام إعلام ممكن أن يؤدي إلى كوارث في النهاية من هذه المسألة. طيب، بعد الفاصل، حديث المصريين اليوم سيما في أوساطهم السياسية أو الثورية أو الشبابية أو السوشيال ميديا، يعني لو جاز التعبير، يعني هو ما يعرف بالتسريبات، وفيها تحرك مكتب النائب العام وطالب، وحبدأ أختار كلامي لحساسية الخبر، يعني طالب بتتبع من قاموا بتلفيق مثل هذه المكالمات بدعم من جهات خارجية. بمنتهى البساطة الأمر فيه شقين. الشق الأول أن يكون الأمر مفبرك ملفق، وحينها يكون الأمر سهل. والشق الآخر ألا يكون كذلك، وحينها نكون كلنا أمام مشكلة ضخمة. من ذا الذي يتنصت على قياداتنا؟ بعد الفاصل.